موضوع صعب قوي بصراحة، يعني حاجة محزنة جدا جدا لكل جمهور الكرة المصرية، مش لجمهور النادي الأهلي بس، وما بالك كمان للاعب نفسه اللي قعد على مدار 9 شهور كاملة بيأهل نفسه من الإصابة الأولى اللي كانت أيضا رباط صليبي، مع تاني مباراة لي مع النادي الأهلي منذ انضمامه في شهر يناير الماضي. فبالتالي خبر كان مزعج جدا ومؤلم جدا لكل الجماهير. ربنا يا رب يشفيه ويرجعه بسرعة باذن الله، واعتقد هياخد 8 9 شهور كمان اكيد، وخصوصا الاصابه مش في الركبه الاولى، الحمد لله هي في الركبه الثانيه. فبالتالي يعني خلاص، يعني معنى ان الركبه الاولى كانت كويسه، فان شاء الله الركبه الثانيه باذن الله تبقى كويسه زيها بعد الاصابه دي. هو امبارح اللي حصل ايه بالظبط؟ هو كان في التمرين وبيتمرن عادي بشكل طبيعي جدا مع زمايله في الملعب، دي لقطات بالمناسبه من مران الامس، ومحمد محمود اعتقد اللي قدامنا في الصوره ده. فبالتالي خلال المران فجأة كده هو حس بآلام في الركبة من غير أي تدخل من أي حد، دي آخر لقطات لمحمد محمود في التدريب امبارح، التدريب الأخير للنادي الأهلي بالأمس، النهارده في تدريب بالمناسبة. لكن هو كان بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، فجأة كده حس بآلام في الركبة الأخرى مش اللي عمل فيها الجراحة يعني. وأول ما حس بهذه الآلام خرج على طول مباشرة. دكتور خالد محمود يعني مبدئيا كده ما رضيوش يقولوا أي نتيجة مبدئيا، فاللاعب توجه على طول لاحدى المستشفيات علشان يعمل اشعه. بعد ما اتعملت الاشعه كان في شكوك كبيره جدا ان رباط صليبي قطع في الرباط الصليبي، بعد كده الاشعه دي راحت لالمانيا، تم ارسالها هناك للطبيب الالماني اللي اكد اصابه اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. الف مليون سلام عليك يا محمد، لعيب كبير وهنفضل ننتظرك، انتظرناك 9 شهور، هنستناك 9 شهور تانيين باذن الله، وهنفضل مستنيينك لان جمهور النادي الاهلي متشوق جدا جدا، وكنا مستنيين في الحقيقه اول ماتش رسمي للنادي الاهلي عشان نشوف محمد محمود. هو كان شارك في مباراه العالمين الوديه، وبالمناسبه كان تالق بشكل كبير قوي قوي في هذه المباراه، وفي التدريبات كلها كان بيتالق مع النادي الاهلي فور جاهزيته بنسبه 100%. لكن هو النصيب وقدر الله ما شاء فعل، المؤمن دايما مصاب، وهو عنده الاراده والعزيمه المطلوبه اللي تخليه باذن الله يرجع من الاصابه دي. بالمناسبه ناس كتير جدا جالهم الاصابه دي اكتر من مره، يعني مثلا احمد حجازي جاله مرتين قطع في الرباط الصليبي وما شاء الله عليه دلوقتي حاجه جامده جدا، حسني عبد ربه نجم الكره المصريه الكبير ونجم نادي الاسماعيلي يعني، كان لاعب طبعا وسط الملعب لمنتخب مصر يعني، جاله قطع في الرباط الصليبي مرتين ثلاثه كمان وكان بيرجع وبيبقى كويس. احمد حسن جاله، سيد معوض، عماد متعب اعتقد جاله رباط صليبي لما كان في السعوديه. اصابات كثيره جدا جدا بالتحديد فيما يتعلق بهذه الاصابه، وناس رجعت زي الفل واحسن من الاول كمان. ان شاء الله باذن الله يكون نفس الامر بالنسبه لمحمد محمود نجم النادي الاهلي منتخب مصر، وبالمناسبه كان موجود في قائمه المنتخب الاولمبي لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، لكن للاسف حظه كان سيء جدا، وان شاء الله يعود سريعا، واحنا هنفضل نسنده وندعمه بكل تاكيد.